بيتجوز؟ يا حبيبتي ما بيتجوز غير الحمير. ممكن تحكي لي حدوتة؟ بص يا حبيبتي أنا بقرأ الجورنال، ممكن أحكي لك الحدوتة وأنا بقرأ الجورنال. بلطجيان يضربان شاب على أمة رأسي. إن شاء الله يجي لهم ضربة في إيديهم البلطجية دول ويضربوا أمه. ليه؟ هي عملت لهم إيه؟ أنا عايز أقولك إن وزارة الشباب والرياضة عملت إحصائية أطلعت فيها إن نسبة التعدي بالضرب على أمهات الشباب وصلت 100%. أمهات الشباب؟ أمهات الشباب دي بقى غير الفراخ الأمهات، أمة رأسه يعني على رأسه من ورا يعني. وأمة رأسه به دي حبيبتي هي الموعظة اللي هتطلعي منها من الحدوتة. ده الواد حمادة امبارح ضرب ميدو على أم رأسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت. أنا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت أخد حقي لو على جثتي. ما أنا ضربت شريهان ونيلي امبارح. وضربت شريهان ونيلي ليه؟ معرفتيش تحل الفوازير؟ ما هما ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعة وموازي له في الانفعال. حاجة تعرف، حاجة تعرف، الشوارع مليانة بلطجية وصيع ولاة الأدب ومعاكسات. ايه يا سناء مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجة، وأنا جاية من عند أول الشارع وماشية في أمانة الله ومروحة بيتي، الواد ليمونة وفراولة وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لي كيه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي تعالي احكي لي في ايه؟ قالوا لك ايه؟ قولي. يا هراني ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقالي فتره يا عكس اختي؟ لا 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 اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش مشمش وعامل لي راجل. بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على النصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غزل الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت منين؟ انا ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، انا بقى هخليه مربت مشمش. ما تعورش الولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا الايام ما كنت فورما. انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مش 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 عاد كده. ماما لحقشوني يا ماما. اسكتي. بقول لك ايه يا كبير، هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا افرجك دلوقتي على محل الفكهاني اللي هيفتح. انت مشمش؟ انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ده مش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش حاجه خالص. سلام عليكم. تعالى خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا، انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش على الاسامي دي خالص حضرتك. هي مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول بس اسمع. يا دول الحقني يا دول. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عاكستوا اختي وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعاكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك. ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك فيها اللي ايدك دي. هو اللي كان بيجوعني او عايز يقطع عيشي يا فندم، ولا هو اللي قال لي تعالى؟ لا 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 حضرتك اقطع عيشي وبعد اذنك. بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيشي ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كدب كدب. لا 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 اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا
وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن نشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن. معلش بس حضرتك استنى استنى استنى. اي 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 السلام عليكم. عليكم معلم تيتي. معلم تيتي تاخد مين على المخزن يا تاخد ايه تاخدنا على المخزن؟ ده انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل وبعدين اقوم لحمك وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا ما ورناش رجاله ولا ايه؟ في يا رمز في يا جدعان. بقى يا معلم تيتي اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه دول؟ كده غلط على الزلط يا معلم تيتي. وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا ماشي. مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرقوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي وانا مش هسيبهم وبتمانس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي ان الفروت سلطه ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي. الكلام ده حصل يا مش مش. ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مش مش؟ لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له. حقك عليا يا كابتن. ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان بس يا حيوان يا دول علشان يتعلموا الادب بقى. وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم. انا اتكلمت انا اتكلمت. وحس ربما بقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعضيك واستفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل أي حاجة حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده يعني عيب. إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة بس إحنا مش جاهزين دلوقتي. أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن مش كده يا رمزي؟ ليه يا؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بعد إذنك بعد إذنك سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مش يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله ويكون المعلم مش استوى وطلب الاكل. خلاص عرفت. ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه؟ ما فيش وقت للجهد. احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن يا خرع. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لك كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه ما عرفش يشيل الوزن ده. جبت اخر يا كابتن. قوم قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. محدش يقول لك جبت اخري. الحق دولة ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقة هنيجي نتدرب هنتضرب في التدريب. يلا بينا. محدش يتحرك في الهنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك احنا هنتكل على الله بقى. يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. محدش يقول هنتدرب. ايه اللي حدد؟ طيب يا كابتن معصعص يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص مدلعنا. يلا ما يقصدش حضرتك ما يقصدش ان هو يدل حضرتك. دي زلفة لسان. هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى. انا اللي حدد. محدش يحدد. حاضر انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بنا. محدش يقول امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب هو يا ابني كده امتى؟ مش اول يحصل انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا. انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. على حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز. قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا. بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا. انا اللي شلت المرتبه من تحتيه حضرتك. هو دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني يا هلا. وخد بالك من السؤال الثاني عشان تحويس. حاضر حاضر حاضر
ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول لحضرتك يعني. دوافع لا باس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا اخلي الخصم يقعد يضرب فيا يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منول ومنول ومنول وجايبه على الارض. محدش يحدد الخطة دي استراتيجيتي انا، محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولة ده حاوي. استنى 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 هيطلع نار من بقه. اصبروا اطالة اضعف عقالة. انا توافع تتريبي ان انا اتشغال عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها، دوافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصص. السؤال التالي وهو صعب قوي، وهو خارج الاسئله اللي انا كنت حاططها في الابلكيشن. مين اللي كان بيلاقي اختك يالا؟ حضرتك مش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فسفس ولمونة مصمص. يالا فسفس حسحس ولمونة حرنكش. دي بقت معركتي يالا، انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبنا على الكابتن أملا. أنا هو أنا دو اطحن جامد يلا، اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان معاه الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن؟ ايوه، اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكوا تمرين ولا حاجه، امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما، العضلات دي موضه قديمه، احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يا ربي دول على فكره، في انا حاسس ان عضله الرجل بتاعتي بقت ضخمه قوي على فكره. كويس يلا، لان كده عضله الرجل اما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح رجلك ما جرالهاش حاجه. وكل عظم يلا، كل عظم. عادل عادل، البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي يعني خدت معادل، اعملي لي طبقين كده بس حط عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي يلا، انت فاكرها مهلبيه يلا؟ لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعمله لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل، الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا، نبقى نبلع لهم يا دوله بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره، وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه يالا. انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زمرت زمرت زمرت. اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي، قلت لك ارقشها الاول. بتتعامل مع الاكل ككلب. يلا سلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل. ايوه يا ماما. خد سندوتشات البودر. كويس، هي السندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخده. يلا. طمني، انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دي ولا بسرعه؟ هي زي دي، انت بتترعش يالا كده. هايل هايل هايل، احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى، ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دوله انا سعانة دوله بقى، ما تخليهم يوطوا التكييف ده. دوله يا ادم، انا قلت لك البس بلوفر تحت الفلينة، انت ما بتسمعش الكلام. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب.
كده وصلنا لمرحله ان احنا ممكن نتدرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتدرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمده اسبوعين عشان نتدرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجيه بتاعتي. كابتن معسعس، انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. ايوه، انا خطتي اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق، اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني، هراني ضربه وفتر عليا. معلش معلش، الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عسعوسة ان شاء الله خير؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير، او نسمع سمع هس. طب يا كابتن عسعس، يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك؟ انا مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته. الكابتن اهبل ممكن يفتر عليا. سناء، منك لله. خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا، خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل، بلاش، ما تروحش الخناقه دي، انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما، سيبيه يروح ياخد لي حقي، هو مش راجل ولا ايه؟ بصي، ما تستفزني زياده، ما انا مستفز. انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نؤنو، انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نؤنو. يا حبيبتي يا قمر، يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي. يا رب يا حبيبتي. يا غبي يا غبي يا غبي، ما انت شايفني رايح اتهبب اهو، رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي، انت جاي بتعكسها قدامي. يا غبي يا دولة بقى يا عم بقى، وبتزود كمان يا دولة، وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دولة. انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس، دول بيعكسين عشان انا مش معبراهم ولا بصلهم يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت، انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعه الخصم مثلا؟ لا لا لا، انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعه الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر دول. عادل لا استنى، انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك. لا ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع على القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نؤنو، انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. سلام. عادل عادل بلاش يا ابني، اغزي الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص، سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. ماما ماما ابقي افتكري ان عندك. يلا يلا يلا. عادل عادل باي. عادل باي. الو بوليس النجدة، ولعنا النار وكسرنا عين الشيطان. عندك الدين عناب لأحلى الدين شباب. بدوي بدوي، بتهوي على ايه انت دلوقتي واحنا لسه ضربنا؟ سيبنا يا ابني سيبنا. خليه هوي يا دولة، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظة بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسأل يا اهبل. بيش مش وحران كشفار. ولا بيش مش وحران كشفار. ايه دولة ده؟ هو مفيش حد خالص بيقول دولة ورمز ليه؟ ايوه يا ابني، ما الناس مش عايزة تخسر فلوسها. طب لحظة واحدة دولة، ولا حتة امورنا بكراتش. مش وحرانكش. مش وحرانكش. يا غبي يا غبي، ما هو ما عندكش ورثة ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجالة، اهلا بيكم في الخناقة الكبيرة الكبيرة قوي اللي الجيزة كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزة تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت والان تبدأ المعركة. يلا محمدي. ايه ده ايه ده دول؟ هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجوله الاولى والاخيره. ما تخافش يالا، ما تخافش يالا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله الجوله الاولى. ما
من نفسنا مش واخدين بالنا. ماشي. كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا دولا انا مش حاسس بكتفي اليمين. انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه. يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. ما كده كده هنموت. يا دولا طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم. ده العمر قصير قوي دولا. بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. هموت في ايده. هموت في ايده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه يا مشمش انت وحنكش ده انتوا مسجلين خطر. وعلى فكرة المرة دي مش معاكسة، ده اعتداء بالضرب على المواطنين. خد المعسكري على البوكس. بعد اذن حضرتك ممكن اركب البوكس؟ اتفضل اتفضل. يلا يا بوكس. يلا يا بوكس. اتحاد اتحاد اتحاد. بنسجل بنسجل نسجل ونؤرخ انسحاب مشمش وحرنكش. هو فوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي. دولا مالك يا عم؟ عمال تنفخ كده ليه؟ هتطير التماثيل. انت مالك انت مالك انت كل حاجه تحشر نفسك فيها. وبعدين لو انت عايز تعرف ايه اللي مضايقني مش هقول لك يا رمزي. مش هقول لك ان ماما اتخانقت مع حماتي ومع رانيا. انا حر. مش عايز اقول لك يا اخي انا حر. خلاص يا دولا انت حر يا عم. انت حر براحتك. لا مش عايز يا عم اعرف ايه اللي مضايقك. تعرف انا يا رمزي انا بجد ساعات بحسدك على الغباوة اللي انت فيها دي. بتمنى ان انا في وقت من الاوقات يكون عندي عشر غباوتك بس. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. انا عارف ادول عارفك من وين احنا صغنطتين. عمال تحسدني في كل حاجة. بس انا اعمل ايه بقى؟ انت ابن عمي بقى وانا ابن خالتك وانت شغال معايا. اعمل ايه؟ هستحمل. والله متشكر قوي يعني. متشكر على الواجب اللي انت عامله معايا. مشكلة بقى في ماما. يعني هي ردود أفعالها بس هي اللي بتبقى عصبية. لكن هي والله طيبة يعني بجد. ما بتبقاش قصدها أنها تتنرفز أو قصدها أنها تزعل حد. بس أهو ده اللي بيحصل يعني. أنا عارف يا دولة. وأنت لازم كمان تعذرها على كده هون. يعني الست والدتك دي يا دولة ست يعني استهزائية. استهزائية؟ ده إيه الكلمة العجيبة دي؟ يعني استهزائية دي تعتبر شتيمة ولا مدح ولا إيه؟ قول لي يا عبقري قصدك إيه يعني؟ أنا أقول لك يا دولة أنا قصدي استهزائية بالمعنى الحلو يعني. يعني إن هي بتحب تهزأ الناس. طب أنت فاكر يا دولة لما هزقتك وقالت لك يا جر؟ إيه هزقتني دي؟ لا طبعًا مش فاكر. بس فاكر بقى رمز كويس قوي لما هزقتك أنت وقالت لك اطلع بره البيت يا كلب. واوعى ترجع تاني وملكش دعوه بعادل. وارجع بلدكوا يا رمزي. ارجع بلدكوا يا ابني. على فكره بقى دولا الحاجات دي كلها ما فيهاش اي حاجه وما تزعلش اصلا. يعني دي ست طيبه يا دولا. والله العظيم ست طيبه. ولو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. انت بتقول فيها والله يا ابني طيبه. طيبه جدا يا عم. ولا طيبه ولا نيله. انت بتبرطم بتقول ايه؟ لا ما ببرطمش يا دولا. بتبرطم بتقول ايه؟ بقول هي لو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. ما انت لسه قايلها. ولا انت غاوي تضرب بالجزمه يا جزمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفتها كانت عايشه مع ده؟ عايز اعصابها تبقى عامله ازاي؟ شفت يا عادل؟ شفت من طاي عملت معايا ايه؟ لعبت معايا الدنيئه. لعبة الدنيئة؟ ما هو وضع طبيعي انها تلعب الدنيئة. يعني عايز منطعي تلعب ايه؟ تلعب تنس؟ تلعب راكت؟ منطعي خلعتني يا عادل. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا ايه ايه الصدمات اللي ورا بعض دي؟ انت عارف يعني ايه خلعته اصلا؟ يا دولة الكلمة دي انا دولة عندنا في البلد يعني خضتني. بالك لما امي راحت استخبت في الدورة من ابويا اربع ايام وبعدين لقيته معدي كده هون. قامت طلعت له من الدورة وقالت له بخ. قال لها ايه ده؟ خلعتيني انت طالق. فين؟ ايه يا اخوانا؟ ما تخلعونا من القصة دي. اخلعونا من القصة؟ ده واضح ان انت ادمنت الخلع قوي يا بابا. يا عادل بعد ما غررت بامك وبعد ما شردت ولادي وبعد ما بطلت الشيشة اتخلع. معلش يا بابا ما انت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تدين تدان. اعمل ايه بس؟ وانا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب عشان يحصل فيها اللي بيحصل ده يا رب؟ بص يا خال انت تعمل معاها زي ما ابويا عمل مع امي بعد ما خلعته تطلقها. فهتكون هي بقى تعمل معاك زي ما امي عملت مع ابويا بعد ما طلقها. هتروح بقى في البلد كلها وتعمل اشاعة ان هي ايه هتتجوز الواد جليطة المزين. فابويا راح بقى عمل ايه؟ ايه 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 هنفضل نقديها رغي ولا ايه؟ انا مالي دلوقتي في مشكله ابوك وامك دلوقتي. خلينا في مشكله ابويا. كمل يا بابا. لا 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 استنى استنى انا ما اعرفش الحكايه دي. ايه حصل ايه؟
راح بقى ابويا سرق المكنة بتاعت القص بتاعت الوجه ليطة، فالبلد كلها بقى شعرهم طول قوي. برضو بترغي؟ برضو بترغي؟ قلتلك عايز اسمع بابا. كمل يا بابا. لا 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 استنى يا عادل، انا لازم اعرف اخويا عمل ايه. هيقعد يقطعنا ولا ايه؟ لا كمل قول. الناس بقى خالي في الفترة دي من الزمن سمونا بلد الخواجات. ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر. يا سلام، يعني شعركوا طويل عشان ابوك سرق المكنه بتاعت الحلاقه. اصفر منين؟ وده شكل خواجه ولا ده شكل بس يلا بس يا بابا انت تقعد تسمع الهبل ده. يا بابا كمل لو سمحت. يا بابا عايز افهم بقى ايه اللي حصل. معلش معلش انا هضطر اسفا متاسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثه اربعه خمسه. بابا انا لو عليا مفيش مشكله، بس المشكله ان في ناس كتير لازم اخد رايهم. يعني ايه يا خالي بقى ده صح؟ يعني انت لسه هتقعد تقول له اسفا متاسفا؟ ده حضرتك تأمره وهو يطيعك وراسه فوق رجليه. راسه فوق رجليه؟ طب ما ده وضع طبيعي يا ابن البني ادم، راسه بتبقى فوق ورجليه بتبقى تحت. ايه الجديد اللي انت قلته يعني؟ اصبر 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 بابا. معلش يا بابا، ممكن تسبقني انت وانا لما اجي لك نتناقش الموضوع ده؟ حاضر يا ابني. ماشي، مع السلامه بابا. مع السلامه. مع السلامه يا خالي. ولا يا رمزي، انت عارف انا الفترة اللي فاتت دي كلها برغم غباوتك وبرغم خسايرك اللي انت بتسببها لي ما طردتكش ليه؟ عارف طبعا يا دولة، وانت المفروض تحمد ربنا على النعمة اللي في ايدك ده، علشان طبعا حكمتي. طبعا طبعا انت طول عمرك حكيم يا رمزي. انا صراحة محافظ عليك ان هو في البازار عشان لما الاقي نفسي متنرفز وعندي طاقة هتنفجر اقوم مفجرها فيك. ايه العجازمة يا ليه يا دولة انت متنرفز؟ اقلع الجزمة يا ياض. الله، انا ربنا بيحبني في اليوم اللي بتخلص فيه من منطع الوطية، ربنا بيرزقني بإنعام طبخالي طبيخ اخر حلاوة. واضح يا نعناعة ان القدر لسه ما قالش كلمته الاخيرة. العمار بيد الله يا سعيد. اوكي، انا ملاحظه ان حضرتك دقت كل الحاجات ما عدا الكول سلو، على الرغم انه هيعجبك جدا. معلش عشان ما اكلش المسلوق ده. مسلوق؟ طيب حياتك بقى براحتك بقى، انا داخله اوضتي. ماما ماما ماما، بابا بيلغيكي وانا لغيه من حياتي خالص. لا يا حبيبتي، ده شكله جاي كده ناوي على بياتان. ازاي بقى يو ار اوفر كام هيم بقى، ومش هتخليه انه بقى ايه يجي جنبي ان افويد هيم؟ والله لو اتحبسنا في ام واحد. ان شاء الله ربنا هيقربنا من بعض ونتحبس انا وانت في ام واحد. لا يا بابا، لا لا مالكش حق، اخص عليك يا بابا. ماما في ام ماما اقل من 3 اوض وصاله ما يلزمهاش يا بابا. منين يا حسره، ما هي قشطته ورمته. نو نو انعام، ما تبقيش اوفر 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 كده في طلباتك، ما تبقيش زي الناس الطمعانين اللي عايزين يستغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هون علشان يسطروهم. بابا ده منظر حد عايز يتسطر؟ هم الغبيين كده، لما تيجي تنصحيهم هم يتقلبوا عليكي. مجيده، ان الاوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام الساليزون بتاعك، لان الساليزون لو اتساب اكتر من كده هيبرد ويجلد ويترمي في الزباله. تصوري بجد بجد انت فكرتيني خالص بقى، لان دلوقتي بقى اتحرق. حم انا عام، ان الاوان اسيبك لوحدك انت وبابا عشان تاخدوا راحتكم في كل حاجه يا ماما، وان شاء الله ربنا يوفقك. ها ماما ما تتعصبيش على بابا. ها ماما دي اخر فرصه ليكي. انعام. نعم. انا عارف ان انا راجل منفر، وانا عارف ان انا عملت معاك حاجات مش كويسه. بس انا طمعان في برام قلبك الواسع انك تغفري لي وتسامحيني. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني لو قلتي لي امشي هتعمل ايه يعني؟ هسترجاكي ان انا ما امشيش، لو قلتي لي غور هتنح وما اقورش، لو قلتي لي اقعد لغايه لما عودتك تتفك هتنجعس وتقعد ومش هتمشي ولو بالطبل البلدي. بذمتك ما وحشتكيش ايامنا الحلوه؟ لا من فضلك لو سمحت انت ما تبقى ليش حاجه عشان تغازلني وتسبلي وتدلعني. اسمع يا غزال الجنين، انت انا ما عملتش حاجه، انا غلطت مره وخدت جزاتي، مش ممكن اواقب عليها طول حياتي. انا ما قتلتش. لا قتلت مشاعري ودبحت احاسيسي. انت هتلبسيني تهمه؟ انا ماشي. لا استنى ما تمشيش، قصدي ما تستناش ولا حاجه. نعم نعم نعم
نعناعة قلب. لا عايز ايه بس؟ لا 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 اسمعيني. لا من فضلك. لا لا لو سمحت. لا 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 مين خيانة ومين ماما ومع مين؟ مع بابا وفين؟ في الصالة على السجادة جنب الكنبة. يعني هتعقدوني هتعملوا له عقدة؟ يعني حرام عليك، دي خيانة مزدوجة يا ماما. مش قلت لك في الباب بالمفتاح؟ بس يا بنت قلت أدب بس. مالك يا عادل في إيه؟ فضيحة يا حماتي، فضيحة فضيحة. عادل عادل أبوس إيدك يا ابني، ما تفضحنيش، أنا راجل لسه مخلوع مش حمل فضيحة ولا مفضوح جاهز. إيه في إيه؟ في إيه؟ بقول لكم لو أنا وهو في أم واحد. يا سلام يا واد يا واد، ام فعلا يا تحت الساهي ده واهي. ها انا مش عايزاه، انا مش طايقاه، ما تقعدوش معايا وانت كده عامله زي التعبانات وعماله تدحلبيله. تدحلبيله؟ يا نهار ابيض يا ماما، معلش يا بابا انا ظلمتك. ايه يا عادل انت بتصنت على باباك يا عادل؟ ايه ايه قاعد مع ماما، وطبعا انا وضع طبيعي ان انا غيره، وانا مش راجل ولا ايه؟ عادل امك تقدر تدافع عن نفسها كأنثى شمطاء. ايه ده ايه ده ايه ده، أنثى شمطاء؟ لو سمحتي احترمي نفسك، ما تقوليش على ماما أنثى. عادل على فكرة لا لا لا، اليومين دول انت في تصرفاتك فيها رعونة بالغة، لعلمك يا بابا دول امك وابوك. ايوه امي وابويا وقاعدين لوحديهم برا في الصالة، وبعدين لعلمك بقى رانيا زي ما انت عارفة الشيطان شاطر. شاطر بس مش اشطر مننا يا بيبي. مش اشطر مننا يعني ايه؟ يعني بيروح المدرسه الصبح عننا بدري؟ لا يا حبيبي، ابوك لازم يمشي ويسيب البيت فورا. ايوه ما انا عارف كده، بس لعلمك بقى انا فكرت بجد جديا يعني ان انا مثلا اشوف له اوضه في اي فندق نجمه ونص. هو رقصني يا جدع على واحده ونص. ايه ده ايه ده ايه ده، بتتريق عليا يعني عشان بابا متجوز رقصه تقولي لي على واحده ونقمة؟ ماشي ماشي يا رانيا، هو ده مفروض في تعاون بين الزوج وزوجته، تقولي لي مثلا على اي حل بدل ما انت بتتريق عليا. هو انت فاكرني مش مضروره من الموضوع ده ولا ايه؟ وبعدين انا سبق وقلت لك حلول قبل كده. ايوه بس قلتي لي 7000 حل، قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا. اوكي انا شايفه ان انت تروح وتكلم منطقه وتبوس رجليها عشان ترجع ابوك. واضح ان انا ما قداميش غير الحل ده. اتأخرت المشكلة بقى كمان ان انا سايبهم لوحديهم. ايه يا دول انت واقف على محطة اتوبيس يا عم وتأخرت؟ اتأخرت ايه ده يا دول كده هون، وحط عقلك في راسك تعرف خلاصك. احط عقلي في راسي؟ يا سلام، ده ايه النصائح الجميلة؟ وانت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن استفيد احط عقلي في نفس المكان اللي انت بتحط عقلك فيه. اقول لك يا دولة، العقل زينة في الباترينا. يعني انت بتحط عقلك في الباترينا، يعني بتتعامل مع عقلك انه جزمه يعني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ من بعد ما عندهم. عندي مين ياض؟ ده انا اللي بكلمك ياض، اسمها بعد ما عند بقى. ولا اسكت اسكت خالص. ها يا دوما نو نو. نعم عايز ايه يا خلفه الندامه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام الاستاذه سلوى منطعي، نورت البازار. اتفضلي حضرتك اتفضلي حضرتك. ولا رمزي روح هات حاجه ساقعه للهانم تشربها، ولا اقول لك روح هات لها شقتين فولياض. لا ما هو شقتين اتاجروا يا دوله بقى. مش ناقص الراجوتر. بص انا محطوط تحت ضغط، ممكن انفجر فيك في اي وقت، ممكن ارزعك قلمين على قفاك. لا يا دول اسمهم قفايين على قفايا، القلم ده بيبقى على الوش يا دول. ما انت خبره طبعا خبره. امشي من قدامي دلوقتي. خلصني يا حبيبي منك ليه؟ ورايا نمره. ايه ده، هو حضرتك رجعتي ترعشي تاني يعني؟ ارعش ارعش. طب ده انا لما برعش وهز وستي الرجاله في الكباري ما اقولكش ما اقولكش. اوعى يالا لا تكهرب يالا. يبقى انا عرفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا. اكيد مثلا بابا رفض انك انت ترجعي تشتغلي رقاصه تاني. عفوا يا حبيبي، ده مين ده؟ ده هو اللي ماسك لي الفرقه وخلاني مشيت الواد مقسوم الطبال. طب ومقسوم دون يعني كان مقسوم على حتتين ولا على ثلاث حتت؟ هاو 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 يا دم خفيف، يا برص الحيطان، يا فارغ غيطان، يا قفه من غير ودان وشابر. طب دول انا هستاذن بقى، انا دول عشان مستعجل قوي دول. يلا والله العظيم انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، ده انا بقالي سنين بحاول اطرد ومش عارف، ده حضرتك بس بتاعه العرقسوس دي يعني جرت يعني. طب بالمره بقى ليا طلب تاني، يا ريت
يا ريت ترجعي بابا. لا يا حبيبي، ابوك سرقني، اخد فلوسي وفلوس الفرقه وراح لعب بيهم قمار مع البنت سحر الدواره. سحر الدواره؟ وبعدين سلطت عليه 2 بلطجيه رقعوا على الماتشينا، ام قابب بالألف جنيه فلوسي وفلوس الفرقه. انما لما عملها تاني صعب عليا، قلت ابدا ما حد يمد ايده عليه غيري، وتركته وحيدا. تركتيه وحيدا يعني؟ والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، بس هي المشكله عنده بابا. بابا هو السبب ان هو مشي ورا واحده واطيه كده. هي مين جي الواتش يا استاذ عادل؟ الاستاذه اللي هي سحر الدواره يعني. انت فاكره ان حضرتك انا اقول عليكي واطيه؟ لا حضرتك عاليه ما شاء الله وحمره وكله يعني. اهلا وسهلا. احسب يبقى انا بقى كده عندي الغلط ولا عند ابوك الواتشي؟ لا هو صراحة الغلط كده عند ماما وهي بتدفع الثمن بقى. طيب أي خدمات مني؟ معلش عشان عندي فقرة. طب أستاذة سلوى يعني معلش أنا آسف، حضرتك ينفع ترجعي بابا وأنا الفلوس اللي خدها منك مستعد أرجعها لك؟ لا ما ينفعش، اعذرني يا أستاذة عادل هيسرقني تاني. ما أنت لازم تحرصي، ما أنت سرقتي أولاني، خلي بالك ما تحطيش فلوس قدامه، بس أهم حاجة يبقى معاكي راجل وضل راجل برضه. رأي؟ رأي؟ راجل؟ هو ابوك ده راجل؟ ده ابوك ده كوم قش. لا لو سمحتي بقى انا ما اسمحش ان انت تغلطي في بابا ابقى، ولعلمك بقى بابا هيرجع لماما خلاص. لا ده احنا محتاجينه، انا محتاجاه والفرقه محتاجاه والطبله. لا انا بس كده يعني. طب يعني كنت بتعملي فيه كده ليه يعني؟ قرصة ودن شاده كده يعني يومين ثلاثه وهرجعه. والله مش عارف، انا اصلي ملاحظ ان في الفتره الاخيره بابا متمسك بماما قوي يعني مش قادر يستغنى عنها وماما برضو، بس يعني هعمل ايه، هحاول اخليه يرجع لك احاول. لا يمكن، مش هيحصل ابدا ابدا ابدا. زي ما طلقتني تيجي ورجليها فوق رقبتها وتردني تاني. انا مش رمية يعني، انا ما عنديش حد يسأل عليا ولا ايه؟ يا بابا لعلمك يعني انت طبعا لا سمح الله اي واحدة تتمناك طبعا يا بابا. امال ايه؟ امال ايه يعني؟ امال ايه؟ لا ولا حاجة، انا بس عايز اسألك سؤال يا بابا. يعني هي سلوى منطيع اللي خلعتك دي، معلش يعني يا بابا، هي مش كانت صاحبة سناء بنتك؟ ايوة، وانا اخترتها من بين صحابها كلها. طيب هي مش كانت شغالة مدرسة؟ ايه اللي بقى شغالها رقاصة يعني يا بابا؟ دي كانت مدرسة تربية فنية، فنية بس مفيش حد بياخد دروس خصوصية في الرسم، فانت قلت بقى تشغلها رقاصة عشان تكسب من وراها كتير يعني. اكسب ايه؟ طب تصدق بالله يا ابني، والله بيعدي علينا بالثلاث ايام ما بنلاقيش المزة. يا بابا بتلاقوش المزة يعني؟ بجد هتصعب عليا والله، ده انا ممكن ما بتلاقوش المزة. بابا انا عايز اقول لك على حاجة بس يا بابا، معلش يا بابا، انا كان نفسي في وقت من الاوقات يعني ان انا اقف كده في الشارع مع اصحابي ونبص عليك واقول لهم الراجل اللي واقف هناك ده ابويا، افتخر بيك يا بابا. هو انت عندك صحاب؟ لا. طب خلاص يا اخي قلب دماغي ليه من الصبح. بص يا عم، ما هو حضرتك مش هي مش كده، اول ما هي هتيجي هتقوم حياتك بقى ايه كده مدلوق وبتاع؟ لا لازم يبقى في كرامه بقى كده وقوه وصلابه، علشان هي بقى مش اول ما تيجي تقول لك يلا تروح معاها وتستحلاها بقى وتستقوى عليك. ليه؟ ماليش اهل؟ ما ورايش رجاله؟ لا ما وراكش يا بابا، وبعدين تقعد هنا ليه دلوقتي؟ مستني الموقعه الكبرى مع منطعي. بابا انا من رايي يا بابا ان انت وقت ما هي تيجي انت ما تبقاش موجود خالص. احنا نقعد نتكلم معاها ونتفاهم معاها ونقدم لها شروطنا، لو وافقت عليها ساعتها تخرج وتقعد معاها. ايه يا عادل، انت ناسي انها لما تيجي لازم نجيبها ونكتبها قايمه كده ونخليها تمضي عليها؟ قايمه دي بس انت بتقول اي كلام وخلاص، القايمه دي الراجل اللي بيكتبها مش الست. قومي يا بنت، قومي يا سناء خالص، قوم انت. بابا هيورطك، كان نافع نفسه. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه. بابا بجد يا بابا انا رايي ده راي مهم جدا، وبعدين انت يا بابا لازم يكون عندك فعلا كبرياء، ما ينفعش تقابلها كده وبسهوله يعني. يعني ده رايك؟ ايوه بابا. وبعدين في حاجه تانية، لو انت احتجت فلوس في 100 طريقه تجيب بيها فلوس، لكن ما تاخدش الفلوس بتاعت الفرقه يا بابا. مش معنى الفرقه تاخد الفلوس دي كلها، اولا ده انا اكتر واحد بيضحي، مراتي وبترقص قدام رجاله، مش دي تضحيه؟
اه لا فعلا ونعم التضحيه. انا مش عارف والله بجد مصر من غيرك كانت هتعمل ايه. انت كل يوم يا بابا ما شاء الله بتديني خبرات. ايه الحلاوه دي؟ عادل لو سمحت ما تتريقش، لان عمل المراه ليس عار. اه طبعا مش عار، عمل المراه ده شيء طبيعي، بس انت بتفكري ان انت تنزلي تضربي لك وسطين ولا ايه؟ ليه يا بيبي هنزل اضرب حد ما عمليش حاجه في الشارع ليه يعني؟ ما كانش يبان عليك انك عديم الرجوله. انا كنت عارفه انك انت مش جدع، لكن مستواك يبقى واطي وتتجوز رقاصه وتمسك لها الفرقه يا هجاص. مالها دي ومال الرجوله؟ واحد وبيحافظ على مصالح مراته زي اي راجل شهم. بس ما تقولش راجل، زي اي شهم. فعلا الواحد ما يعرفش الخير فين. قال كنت ناوي ارجع له، لا عشان هو صعب عليا وخلاص. بقى على فهم انت راجل واطي وهتعيش طول عمرك واطي. اوعى تقولي واطي، انا دماغي عاليه فوق فوق. فوق فين؟ عند خزان الميه يا شيخه ليه؟ ده أنا على السن ده مفيش واحدة تستعصى عليا. ده أنا في... إيه ده؟ ممكن تكون هي. مين؟ منطقي. منطقي؟ لا طب أنا نروح فين دلوقتي؟ خش تحت الكنبة يا أخوي. خليك أنت بقى، خليك ما تقلقش، ما تقلقش، ما تقلقش. صباح الصباح، واللي جاي أحلى من اللي راح. اشرب في الإزازة عشان تبقى طازة. خليك فريش عشان وشك ما يكرمش. اوعي يا موزه، وسعي يا موزه، اقعد جنب حبيب قلبي سيعه. قشطه. لا انا زعلان منك. اخص عليك ليه سيعه؟ اخص عليك. خد خد، انا جايبه لك حاجه حلوه. اضرب البرشامه دي عشان تنزل تلم الكيت وتاكل الكتاكيت. قشطه. زعلان منك، زعلان منك. عشان انت المرة اللي فاتت سبت الواد رقة يديني بالقانون فوق دماغي. سي اخص عليك، انسى اللي فات بقى. ده انا محضره لك فيلمين كده بس عشان المراهقين قاعدين. بجد؟ ايه؟ الفيلم الاولاني اتجوزني من فضلك، التاني طلقني حرام عليك. وجايبه لك نص بطيخه وربع جبنه وطمن زيتون. والحلاوه بعدين. الله بحبك، بموت فيك. مش عشان عينيك الحلو وصوتك المجلجل، لا عشان حنية قلبك. أخن أخن، ضربتني في الثغرة. عارف الثغرة؟ هاي يا دريتي. لا يا جماعة، ما دام الحكاية وصلت للثغرة فمتهيألي بقى تتكلوا على الله يا بابا، وجات لك لغاية عندك وصلحتك وروح على بيتكوا. يلا يا بابا. متشكرة متشكرة يا ابن جوزي يا حنين يا خداي. يا عيني يا بابا. يا ماما هي زعلانه ولا ايه يا ماما؟ ليه وحزعل ليه؟ على فكره يا ماما، بابا ده انا ما اتمنهوش ليكي، يعني هو برغم ان هو بابا بس انت تستاهلي حد احسن من كده. انا بحلم لك بعريس احسن من كده بكتير يا ماما. يا حبيبي انا ما بفكرش في دهب. يا ربي يخليك ليا يا منعم، مسيغني لك عاني. بصي ياي، بس دول ذوقهم بلديون خالص يا ام ربي. البلدي يوكل يا حبيبتي، اللي ما خرج من ذمه عادل ابني يجيب لي قشره حتى يعيش ويجيب لك يا ام ربي. تعيشي لي يا حبيبتي. بصي بقى ديت استلقطها لقطه كده لقطه. استطلقها لك يعني ايه؟ يعني سرق يا ام ميرفت؟ يا لهوي يا مجيده يا اختي، ليه هو منعم حرامي؟ لا 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 لا، ده هو يا اختي كان بيعمل شغله لواحد عنده ورشه ذهب، ما خدش منه مصنعيه فجبتي. ام ميرفت اشربي يا اختي القهوه بتاعتك لتبرد. يا ربي خليكي ليا. هو في بعد قهوتك يا حبيبتي؟ لا وبصي بقى نسيتك، الحلق ده بقى جابوه لما كنت معاه في جمصه. انا عايزه اعرف بقى الوليه دي جايه تغيظنا وتذلنا ولا ايه؟ لو قولي لي يا انعام، في ايه يا مجيده؟ يعني كده اللي انتم مزوقين الحيطان ولا تعاليق كده ولا بلالين ولا تورته ولا جاتو؟ مش النهارده عيد الام؟ ياي ده النهارده 21 مارس. النهارده 21. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا انعام. وانت بصحه وسلامه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا ام ميرفت. طيبه يا مجيده يا حبيبتي، وانت طيبه يا انعام يا حبيبتي. اسكتوا، ده لسه منعم دلوقتي بعتها لي، اللي اسمه ده بسموه انتوا ايه؟ مسج ده ولا ايه؟ رساله كده على الموبايل بتاع المرعش يا اختي. يرعش كده ما اقولكيش، بفطس على روحي من الضحك. ده كان جايب لي بقى الموبايل ده من السنه اللي قبل اللي قبل اللي فات. تعيشي وتدوبي يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا انعام. بقول ايه بقى، معلش حقكم عليا، مش هقدر اقعد اكتر من كده، لان يا اختي سمنع مكلمني وقال لي انه هيبقى تعيدي تعيد الام بتاعت السنه دي. مع الواد جمعه يا اختي، هدلدله السبت يحط الهديه، اروح رافعه السبت. يعيش ويجيب لك يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا مجيده يا اختي. اسيبكم بعافيه بقى، يلا كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انت طيبه. شايفه يا اختي الذهب اللي في ايديها؟ شايفه؟
دي لو حبت تعمل دكان من بكرة هتلاقي البضاعة عندها. بس يا إنعام أرجوكي بقى ما تقوليش الكلام ده علشان ما نحسدهاش. هنحسدها على إيه ولا على إيه؟ على الذهب ولا جمصة ولا على الموبايل؟ فعلا فعلا، بس أنا عايز أقولك حاجة، إحنا عيوننا طيبين مش مدورين. الحمد لله ان احنا ما حسدناش العقد اللي حوالين رقبتها، كان زمان رقبتها اتقهرت. ماما كل سنه وانت طيبه. انت بالصحه والسلامه يا حبيبتي. ميرسي ميرسي. وماله ايه يا ماما، هي الطرحه مش عاجباكي ولا ايه؟ شايفه الخروج مقطع بعضه جايبه لي طرحه؟ طب يا ماما البسيها في البيت. خانقه بره وجوه؟ ايه يا ماما مالك متعفرت عليا كده ليه؟ هي دي حاجات، دي هديه، دي مش على الموضه. موضه؟ ايه اللي جابولك على الموضه يعني؟ اروح اجيب لك باتيناج؟ لا المكياج والحاجات دي الاحمر والاصفر ده بتاع مجيده. يا ماما طب حتى كلمة حلوة يا ماما. الكلمة الحلوة للهدية الحلوة اللي هيجيبها لي ابني عادل ابن البكري راجل البيت. لما نشوف. هتشوفي عادل لا يمكن ينسى امه، ده ابني وانا عارفاه. ترات ترات ترات. كل سنه وانتي طيبه يا مامي. وانتي بالف صحه وسلامه يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ سماعه؟ سماعة ووكمان؟ امال فين الووكمان يا بت؟ ممكن تسمعي بيها الراديو يا مامي. راديو انت اتجننتي في مخك؟ ماما مو، عارفة يعني ايه مو؟ انت ايه سماعة؟ سماعة وكمان سين يا مغفلة. اسمعي عايزة اقول لك حاجة، كلمة ماما دي كلمة مقدسة، ما تتقالش كده بهلهولي. ها؟ لا يا حبيبتي على الأقل ووكمان أو ام بي 3. انت بتحبسيني كده ليه؟ ده انا حتى بقالي كتير بحوش عشان اجيبها لك. بتحوشي؟ بتحوشي يا جربوعه؟ ده انت طول النهار هاتي فلوس يا ماما، هاتي فلوس يا ماما، تحطي في جيبك تروحي تصرفي. ربنا يخليك يا رانيا، دي لما بتروح اي ريستورانت عشان تاكل هي وجوزها بتشيل اكل على جنب، بتقول عشان امي اللي جعانه في البيت اللي ما بتاكلش. قليله الادب. انا صيني. امشي غوري من قدامك، امشي. الحمد لله الحمد لله، انا مبسوط جدا ان ربنا وفقنا ونقينا حاجه كويسه. الحمد لله. بس انت ايه ذوقك يجنن يا عادل؟ دول هيتفاجئوا لما يشوفوها. شفت انت قلتي بنفسك مفاجاه، يعني لازم تبقى مفاجاه ونستنى ما حدش يقول لهم اي حاجه. اوعي تقولي لهم. لا خالص خالص، بس انت اكدت على راجل يلفها لفه حلوه كده وشيك. عيب يا رانيا، عيب يا حبيبتي، انا الفينشنج عندي اهم حاجه. المهم دلوقتي نخش بقى نغير هدومنا على ما الراجل يجيبها. اوكي يلا يلا. سماعة ووكمان، هو أنا عندي ووكمان عشان تجيبي سماعة؟ إيه ده؟ يا ما جاب الغراب لأمه. قال دي هدية. قال بقولك إيه؟ تبدلي؟ أنا أعتقد بقى إن الهدية بتاعت رانيا وعادل هتعوض الهدية الزبالة اللي جت لنا دي. أنت هتجيبي عادل ورانيا لسناء وبنتك العرة نجلاء. طبعا يا حبيبتي، إيش جاب لي جاب يا ماما. بقولك إيه؟ تفتكري رانيا هتجيب لك إيه؟ بصي انا كنت لمحت لها على بلوزه شفتها ماركتها كريستيان جور عند محل كوستانتينو اللي جنب جروبي. ده اللي بيبيع حلويات غربيه جنب الملابس. مش عارفه، يمكن يكون ولاد عم. طب انت بقى تفتكري عادل هيجيب لك ايه؟ عادل هو في زي عادل؟ زمان قال لي انه هيجيب لي حلق على شكل ورده. البلديش دي ورده هتعلقي شبشب ورده في ودناتك. الشبشب ده هينزل على ظهر سناء اللي جايبه لي طرحه باتنين جنيه ونص من الراجل اللي قاعد قصاد المدرسه. باربعه جنيه ونص يا ماما من الراجل اللي قاعد قدام الجامع مش قدام المدرسه. يا خايبه ضحك عليكي. مساء الخير. مساء النور. منزل الاستاذ عادل؟ ايوه خش. دي الهديه بتاعتي اجمل. بيقول لك عادل تبقى هديتي انا. تعالى تعالى خش نفس. خد نفسك. هي عامل لك شاي؟ شايفه الهديه ام 4 ونص؟ العلبه الواحده تيجي ب 6 جنيه يا ماما. ده بدل كلمه شكرا. كويس انت جيت بسرعه، برافو عليك. الله يخليك. شاكرين. هات يا ماما. طب والثانيه ايه؟ بتتلف وجايه حالا. اكيد الهديه بتاعتي. تعالي نقعد ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. يلا.
متشكرين قوي يا سيدي، والله واللفه 100 100. خد يا سيدي لفه 100 100 ومتشكرين يا سيدي. و2 جنيه يا دي، انت طماع ليه؟ ما انت لسه هتجيب الثانيه ياض. وبعد ما اجيب الثانيه يعني هديك 2 جنيه زيهم. يلا 2 جنيه زيهم. انت ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لقيت من الباب في وشي ولا ايه؟ الناس دي اساسا. الحكايه دي بقى ما حدش عايز يعرف فيها ايه ولا ايه؟ لا احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. ما تفكروش في الحاجات دي. طيب عموما اللي هيعرف هي فيها ايه ليه مكافاه. على فكره يا مامي دي حاجه جامده جدا جدا وهتعجبك موت. واللي فيكوا بقى هتعرف ايه اللي جوه ليها مكافاه. على العموم بقى يا عادل احنا مش محتاجين لا جوائز ولا عروض ولا مفاجآت، احنا كأمهات بنأدي رسالة محددة. الله على الرسالة، جواباتك وصلت يا حماتي. عموما احنا جوه. سلام عليكم. أما عادل ابني ده عليه حركات، تلاقيه داخل جوه عشان يكتب لي كلمتين حلوين. إلى أعز الحبايب، يا أمي يا مدرسة، فن وطبخ وهندسة. مش قرديحي؟ قرديحي ايه يا ماما؟ هو انت هتاكليها؟ انا بقى مطمنه جدا على الهديه بتاعتي اللي زمانها جايه زي ما الاوفيس مان قال. احنا كامهات مرضيين. سناء قومي سيقي البيت. سناء قومي شدي البت اللي اسمها نجله من شعرها علشان تعمل الحمام. قال ايه؟ جايبه لي سماعه ووكمان. بقى انا بقى تجيب لي سماعه ووكمان وانا ما عنديش ووكمان؟ لا 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 بالراحة 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 بالراحة، لأن الريش دي بتبقى حساسة جدا، لازم تتعاملي معاها برقة، خلي بالك. أخيرا يا ربي أخيرا جبنا مروحة، أنا مبسوطة قوي يا عادل. يا حبيبتي شوفي أنا وعدتك بيها من إمتى؟ من أيام ما كنا لسه مخطوبين. بقولك إيه؟ طب هنعمل إيه بالمروحة اللي جوه دي؟ لا مش إشكال، ممكن نرميها أو نديها لمامتك مثلا، أو إيه رأيك أحطها في البازار؟ الواد رمزي أشغلها له في الشتاء مثلا، يمكن يجي له أي برد ولا أي حاجة. هي أساسا كانت بتجيب تراب ما بتجيبش هوا يعني. طب أنت استقريت هنعلقها فين؟ إيه ده وإحنا نعلقها على طول كده؟ لا أنا عايز بقى أقعد أجمع الريش دي في المروحة وبعدين أحطها جنبي كده وأقعد أتفرج عليها. ده أنا ما صدقت إن إحنا جبنا المروحة دي. طبعا هو مدفوع فيها شيء وشويات. بصي وريموت كمان اهو. الريموت ده بقى ايه؟ مش محتاجه ان انت كل شويه تقومي بقى تفتحي المروحه، لا وانت قاعده كده اهو ممكن تقعدي بقى تعليها توطيها تزوديها تقلليها. مظبوط فعلا، لانه عايزه اقول لك على حاجه، الهواء الجانبي بيعمل دايما تصدع في اسفل الاذنين وتصدع جانبي، فالافضل ان احنا نحطها في السقف. صح. عارفه كان قدامي كمان منبه فوسفوري شكله مرعب فظيع فظيع، بس ده المره الجايه مش اشكال. يلا فين الريموت؟ استني كده ما اجربها تشتغل ولا لا. هما مالهم طولوا كده ليه؟ أنا ابتديت أقلق. تحت الترابيزة يا حبيبتي، تحت الترابيزة. حاضر يا ماما حاضر. أنا غلطان إن أنا جبتلك هدية. يمكن يكونوا مستنيين الهدايا بتاعتنا كلها تيجي مع بعض عشان ما يحصلش غيرة. أنا أغير منك أنتي؟ طبعا. أيوة أيوة أيوة، هاتي يا سيدي. برافو عليك والله جيتوا في مواعيدكم. اتفضلي يا سيدي مجهز لك اهو. لا يا باشا الله يخليك. إيه؟ في المحل قالوا لي ما تاخدش اقل من 10 جنيه. ثواني بقى نعمل معاك واجب. دول 5 جنيه 75 خليهم معاك، معايا صعب اصلها. الله يخليك. على اساس ان انسان قال طالع جاب لهم الحاجه 2 جنيه. 2 جنيه ايه اللي بيجيبوهم؟ ايه الناس دي؟ ها خمنتوا بقى الاولانيه كان فيها ايه؟ متكلم بقى يا عادل، عايزين ننام. نتكلم. مفاجأة أصلا، مفاجأة فظيعة. جبنا مروحة سقف لأوضتنا. وده شفاط عشان مطبخنا. الله يبارك فيك. يلا يا رنا. أبناء ولكن، وقال إيه يا ماما؟ مش عاجباك الهدية اللي بقالي أسبوع بفاصل لك فيها، واتنين ونص، أربعة ونص، ستة ونص. بس يا أم ستة ونص أنتِ. مجيدة. لازم نعرفهم يعني ايه ام. مين اللي شايل البيت؟ انا وانت يا انعام، طول عمرنا ايديناتنا في ايدينات بعض. ولا بعمل ايه في البيت انا؟ حس احتياطي؟ ده انا لو بخدم في بنسيون كان زمانهم كافئوني وعملوا لي حفله سمر. بصي بقى بقول لك ايه، انعام احنا لازم نواجههم. ايوه لازم يعرفوا مقامنا وانهم من غيرنا ما يسووش حاجه، بس مش هنقول كده بصريح العباره، لا بالتعامل معاهم يعني. ها طب لو سمحتوا، البت اللي مفحوطه في الحمام دي عماله تمسح تمسح هتموت جوه، ممكن تتفضلوا عليا بطلب عفو ليها؟ معاكي حق، حرام. نجلاء نجلاء.
كل ما بشوفها بتنرفز وبفتكر السماعه بتاعت الوكمان اللي جابتها لي وانا ما عنديش وكمان. امشي غوري امشي يا غوري يا بنت، كملي 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 تنظيف الحمام يا كلبه. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا ماما. بونجور. وماله ما يضرش؟ وايه اللي يضر في صباح الخير يا ماما؟ انا عمري ضريتك في صباح الخير قبل كده يعني. ماجي من فضلك اديني العجلة. حاضر يا نومي. ميرسي. يا سلام على روح التعاون اللي بينكم، ما دام انتم متعاونين قوي كده هو مع بعضيكم يعني، يا ريت بقى اعملوا لي سندوتش. يا سلام، انت مش عندك مرات تعملك اللي انت عاوز؟ هي امك هتعيش لك طول العمر ولا ايه؟ قولي له يا حبيبتي قولي له، هو انا جوزتك يا حبيبي عشان اخدمك انت ومراتك المحروسه؟ غلطتك غلطتك يا حبيبتي، علشان انت اللي جوزتيها النومه، طول النهار قاعده في الاوضه ما بتعملش حاجه واحنا اللي بنخدمها. لا لا لا، ايه ايه القلبه اللي انتوا قلبتوها على بعض دي؟ ايه دي بنتك برضو يا حماتي يعني، هو انتوا يعني عشان قاعدين جنب بعض وبتحبوا بعض يعني معنى كده حسيتوا ان انتوا اخوات ولا ايه؟ لا احنا اكتر من اخوات، احنا امهات. عموما مش اشكال، انا هجيب لنا الاكل لنفسي. يا رانيا رانيا بونجور. ما تحاوليش ما تحاوليش عشان ما تحرقيش نفسك. في ايه؟ خش في الموضوع على طول. مامي على فكره انا حاسه كده ان انا من ساعه ما صحيت وجسمي مكسر، ما عندكيش اسبرينا بليز يا مامي؟ بيان سور عندي يا حبيبتي، بس على ثاني انا ونومي. متعودين يضربوا شريط الصبح مع كوبايه الشاي. ماجي ايه رايك نتفرج على صباح الخير يا مصر؟ تعالي يلا يا نومي. وانتوا هتصحوا مصر ليه من بدري قوي كده؟ كانت سهرانه طول الليل امبارح مع لبنان. عدل على فكره بقى انا اشتم رائحه غدر اموي. غدر اموي ايه؟ انا اسمع عن العهد الاموي لكن الغدر الاموي ده ما اسمعش عنه. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه المكوى. شكرين قوي. الحساب على الحساب بقى. لا يهمك كويس، جه في وقته. ايه ده، انا هدومي فين؟ رانيا انت ما بعتيش هدومي للمكوى ولا ايه يا حبيب قلبي؟ اصل طنط انعام هي المسؤوله عن الغسيل والمكوى، هي بتحبش اي حد يتدخل في الحاجات دي. ماما القميص الابيض اللي قلت لك عايزه ضروري بعتيه للمكوى ولا لا؟ ابيض قلبك انت اللي ابيض يا عادل. قلبي انا اللي ابيض؟ هي الجمله شكلها حلو من بره بس مش مطمن لها. او نومي نومي، انا انت عارفه انا عندي ضغط عالي وضغطي بيعلى لما بشوف ناس معينه انت عارفاهم. بقول لك ايه، تيجي نروح نعمل الترني بتاعي انا وانتي في الجاردان اللي جنبنا؟ قوي يا حبيبتي اتفضلي. يلا يا نومي. يلا. ترني ايه يا مامي؟ احنا النهارده مرتبين نفسنا عشان نعمل تشكيله المحاشي، وانا ما بعرفش اتقن الخلطه زي حضرتك ولا لفه الصوابع زي انتي انعام. يا حبيبتي اللي ما يعرفش يعرف. يلا يا ماجي. يلا يا نومي. يلا حبيبتي. ايه امي امك اللي قلبوا مره واحده اسماعيل ياسين وشكوك دول؟ انا كده اتحطيت وجها الى وجه مع حله المحشي. لا لا لا، انني اشتم رائحه غريبه ويجب ان اعرف لماذا. رانيا بقول لك اعلي المروحه على اربعه عشان القميص يتفرد. لا طب ما تدهوني اكولك احسن. تكوي وانا اديكي حاجه تانية تكويها؟ اتفضلي يا هانم اللي انت مخبيها لي تحت السرير. ادي هي، مش دي اخر مكوى حضرتك قمت بكويها؟ بغض النظر عن التيشيرت انا عايزه اكلمك في موضوع مهم جدا بصراحه كده، انا بدا يخالفني الشك. يخالفك الشك؟ ليه يعني؟ عملت ايه حضرتك؟ انا مشاويري كلها معروفه، وبعدين انا اصلا معيش فلوس عشان اخونك يعني، اخر فلوس دفعناها في المروحه وفي الشفاط. انا مش بكلم عنك، انا بكلم عن امهاتنا كامهات. مش عارف، قلقان قوي قلقان، ابتدى يعني فعلا تصرفاتهم معانا تبقى غريبه قوي. يا عادل الام مدرسه. طبعا الام مدرسه فعلا، واحنا الفصول بقى بتاعه المدرسه. سيبك من الكلام ده، اكيد يا رانيا في حاجه انت مثلا عملتيها ضايقتيهم، مثلا نقلت كلام من مامتي لمامتك من مامتك لمامتي، او مثلا قلتي حاجه على لساني انا قلتها فعلا ما كنتش قاصد، او كنت قاصد لحظه صدق. لا طبعا، لان انا زوجه كتومه فعلا وده متعارف عني. الفكره كلها ان احنا لو ما حلناش الموقف ممكن يتصعد معاهم، وبصراحه بقى انا ما بقتش قادره اشيل شغل البيت لوحدي، دول شالوا ايدهم نهائيا من كل حاجه.
انا صراحه يعني مستغرب جدا من موقفهم العجيب ده، يعني حركه ندى ما كنتش اتوقعها. بقول لك ايه، علي على 5. على فكره يا عادل بقى، احنا لازم نواجه الموقف. ايوه، ما احنا عايزين نواجه الموقف، بس هما مش عايزين يقولوا في ايه. هو اكيد كبريائهم كامهات منعهم. طب واحنا هنعمل لهم ايه بقى على كبريائهم ده؟ عموما كل واحد فينا يشوف امه زعلت من ايه. انت تروحي اسال امك وانا هروح اسال امي. علي على 6، علي على 6، علي على 6. طيب يا عادل، طيب. نعم، عايز ايه؟ اطفي النور واطلع بره، عايز انام. يا ماما في ايه بس؟ يا ماما ريحيني. ريح اللي حواليك ترتاح. طب فهميني في ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ما هو دي معروفه يعني. ماشي، فهمين. نهيتك ما انتهيتك، والطبع فيك غالب، وديل الكلب. هي وصلت الكلب؟ طيب خليك مع الكذاب لحد باب الدار. قالوا الكذاب احلف، قال جالك الفرج. قالوا لل و ما انا مش هعرف اجريك يا ماما. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طب سد الباب وانت خارج. مش سده. مامتي، يا مامتي، يا مامتي، ارجوك يا مامتي، انا انزف الما. يا اختي ما تنزفي يا حبيبتي، وانا في ايدي اعملهولك. انا عايزه حبا وحنان من بتاع المامهات. انت عايزه حب وحنان؟ عيوني هلفلك شويه وابعتهم لك اوضتك. ايه يا مامتي ده؟ ايه ده؟ على فكره بقى، انا ملاحظه ان كتر قعدتك مع انتي انعام خلتك تتلفظي بمصطلحات مش بتاعتك، لا طليق بيكي. Don't dare saying this على انعام. Don't dare. فاهمة؟ نعومتي يا حبيبتي، يا نعومتي، هو في زي النعومة دي قمر؟ طب انا اديها لك بقى. نعومتي، نومي. نومي؟ انا امي ضربت يا ولاد. بقول لك ايه يا رانيا، مفيش شوية لب بطيخ فاضلين؟ مفيش حاجة، الكمية كلها خلصت يا عادل. ما قلت لك نجيب لب شمامه، وبيبقى اكتر برضو. يعني انا مش فاهم هم بيعملوا فينا ليه كده يعني، واحنا يعني عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده؟ دول امهاتنا، ده من قرهم علينا وقعوا لنا حتى المروحه اللي جبناها. يا عم دول اطلقوا بيان اعلنوا فيه رسميا مسؤوليتهم الكامله عن اسقاط المروحه. في حد في الصاله؟ لا. خش خش. كل سنه وانت طيبه يا ماما، دي هديه عيد الام. معلش تأخرت شوية عقبال ما حوشت ثمنها. حبيبتي ياسمين، لقيت السندوتش ده كانوا ناسينه في التلاجة. لو هكون سرقته يا عادل؟ لا، كله إلا الحرام، أنا خطفته. عادل، أنا عرفت مامتي وأمك زعلانين مننا ليه. ماما كل سنة وانت طيبة يا ماما. مامتي كل سنة وانت طيبة يا مامتي. ماما ما تزعلوش مننا يعني عشان ما جبنا لكوش هدية في عيد الأم. احنا ما كناش مستنيين منكم هدايا. احنا كنا عايزينكم تفتكرونا وتهتموا بينا في يوم زي ده أكتر من كده. زي ما أنا اهتميت. معلش يا مامتي ما تزعليش مني، والله العظيم ما أقصد أنسى خالص، ده هي بس مشكلات ومشاغل الحياة. سامحينا يا مامي، أنتوا أكيد هتسامحونا طبعا. جاية بعد الهنا بسنة تقولي تسامحونا؟ ماما مالكيش دعوة بسناء خالص يا ماما، يا ريت تشغلي قلب الأم اللي راكن بقاله أسبوع ده. بصي جبتلك إيه؟ الحلقة أهو. الله، خلاص يا حبيبي. تحب تتغدى ايه النهارده؟ ايه ده يا ماما، ايه ده؟ ده بلدي بلدي، ده صفيح ده ولا ايه؟ بلدي يا ام هديه ب2 جنيه ونص. 4.5 والله العظيم يا ماما، من الراجل اللي جنب الجامع بعد فصال مرير. خد المقاشه وروحي نظفي البيت. يلا يلا. مامتي اتفضلي يا مامتي. يا حبيبتي البلوزه الكريستيان ديور ومن عند كوستانتينوس. يا مامي كل سنه وانت طيبه. يا قلبي يا روح قلبي. سناء خدي البت نجله وغوره، كملوا تنظيف الحمام برموش عينيكم بس. ها امشي غوري يا ماما. يلا يلا. ادب. ايه رايك يا ماما؟ حلو قوي يا حبيبي. شوفي هتقلعيه امتى عشان ارجعه بقى.